من عمري 13 سنة أمي علمت لي هالشغل، وإجت أيام ما كنا نشتغل، وبعدين يعني الحاجة خلتنا نشتغل، الحمد لله عم أشتغل وأوزع أغراضي للسوق على مفرق على الجملة، نعطي مثل ما يقول خلي كل قطعة يضل لنا 100-200 ليرة نعمة كريم، وعندي ابني عم أدير بالي عليه، عم أساعد حالي مو جوزي ولادي. أنا شي لا أشتغله بالنهار، بالليل أقوم أبيعه الصبح وأجيب دواي. أنا وقت ما راح ابني يعني كل 15 يوم هلا شوي تاني كنت جاي مع الصيدلة شوفي الحساب، شحومات وضغط وسكري وكوليسترول والتهاب معدة وعصب أعصاب، عصب كنت جنيته يعني. أيوة الحمد لله.